نشوف الحاله الاولى معانا هنا كابتن ونشوف تحركات طارق مجدي. انا مهم جدا، انا مش مهم ان انا اشوف المخالفه واحسب المخالفه واقول في ركله جزاء ولا لا، انا مهم الحكم يا كابتن هو كان فين. صح، مهم جدا الحكم هنا عنده قراءه ولا لا، عنده توقع ولا لا، ودي المهم اللي احنا بنقوله للحكام. كابتن ماهر خلي بالك داخل الصندوق لابد انك انت كحكم يبقى عندك قراءه. هرجع تاني معلش سامحني عشان بس يعني عندنا حكام بيتفرجوا علينا. نشوف طارق هنا اتحرك ثم فتح زاويه راح يمين وراح راجع رايح تاني بدون تردد، احتسب ركله جزاء واثق منها وركله جزاء صحيحه. وهنشوف ليه هنا بنشوف احمد كالوشه المدافع نادي انبي عمل ايه يا كابتن هنا. شوف هنا ديانج عدى بكورته وهنا ما كانش فيه يعني اي شيء يعمله المدافع الا ان هو يتم عرقله لاعب النادي الاهلي ديانج. نشوف هنا العرقله موجوده بالقدم اليمنى وبالتالي هنا ركله جزاء صحيحه واضحه جدا من الحكم. وايضا هنا بنشوف ان الفار هنا بيؤكد. هنا نشوف مخالفه ثانيه هنا واضحه جدا جدا لم يتردد طارق فيها نتيجه التمركز القرب من الحدث. وهنا بنشوف هنا بقى بنيجي هنا لحاجه مهمه جدا. انا كلاعب من حقي اخد الكوره، انا كلاعب كابتن شريف هسدد او انا يعني النادي الاهلي حقه ياخد الكوره. وهنا مفيش اعتراض من يعني يجب ما يكونش في اعتراض من اللاعب انبي. هنا المشكله حدثت ان هنا حسين شحات مع الكوره. انت كلاعب مدافع مالكش انك انت تروح لي او منافس تروح للاعب اللي هو احتسب ليه ركله جزاء. هنا طبعا حصلت المشكله تفاصيلها ما تصورتش، ولكن هنا الحكم خد قرار باشهار البطاقه الصفراء لحسين الشحات وللاعب نادي انبي اللي هو كان تقريبا احمد ناصر تقريبا.